السيسي اللي يحذب أثرها ومعاثرها يتلمنوا المجهود اللي كتقوم به بلادنا في هذا الملف المهم. وطبعا غنتحملوا المسؤوليتنا جميعا باش يكون مجهود جماعي لمواجهة ندرة المياه. هنا كنتكلم بالطبع كأغلبية حكومية كحكومة وحتى كرؤساء جهات وجماعات كانوا واحد الدور مهم في هذه النقطة. نعم نحن مكون من مكونات الأغلبية الحكومية، وفي هذا الإطار كنعتبروا بأن النقاش العمومي اللي كيهم المواطنات والمواطنين كيهمنا، ويمكن أكثر فاش كنا هذه بعد سنوات في المعارضة، لأننا نحن نتحمل المسؤولية، وكان لابد أن تكون واحد الحافلة مرحلية بيلون ديتا على واحد النقطة مهمة اللي كيناقشها الجميع اليوم هو الغلاء اللي كنعيشوا اليوم. فاش كنقولوا بيلون ديتا؟ لأن الحكومة دارت مجموعة ديال المجهودات. واش هذه المجهودات تجاوبات مع انتظارات المواطنات والمواطنين؟ جزئيا نعتبره نعم، كاين واحد النجاح وكاين واحد المجهود اللي خصو يدار في إطار الميزانية اللي عندنا. كان كيف ما كتعرفوا درنا لجان داخل المكتب السياسي بما فيهم يعني لجان الخبراء باش يناقشوا هذا الموضوع، باش يكون واحد ان بيلون ديتاب كيف ما قلت قبيله، ولما لا يعني نغنيو الاقتراحات اللي كدير الحكومه كحزب سياسي. انا كنتكلم كحزب سياسي كمكونات داخل البرلمان، والسيد تويزين بعد غيتكلم على الدور ديال الفريق البرلماني في دور كمكون من مكونات الاغلبيه باش نحاولوا نتجاوبوا مع الاشكاليات ديال المواطنات. في الاخير الا كيصوتوا على المغاربه ولا كيثقوا فينا المغاربه، دوكا واحد جزء من المغاربه، الا باش نجاوبوا مع الاشكاليات اللي كيعانيو منها، وهذه من الاشكاليات الحقيقيه التي تناقش في المجتمع وما يمكنش داخل المكتب السياسي ما تناقش. دائما في الشق الاقتصادي والاجتماعي كان هناك مجهود كبير للحكومه في مجال الاستثمار الداخلي والخارجي، وهنا بالطبع كان نقاش داخل المكتب السياسي باش نزيدوا يعني نديروا مجهودات اخرى ك يعني في القطاعات اللي كنترأسوها اولا، وحتى كجهات كجماعات، لان هذا مجهود ضروري به باش يكون هناك فرص شغل جديده للشباب والشابات. وهنا اسمحوا لي استعمل الكاسكيت الاخرى كشاب اولا مغربي، وكتعرفوا من الاولويات ديال الشباب او انتظارات ديال الشباب هو الشغل والشغل والشغل، فلا بد ان يكون هناك واحد تكثيف الجهود. نتكلموا على رؤوسنا قبل نتكلموا على الاخر كحزب باقتراحات ديالنا وبالمجهودات اللي نقوموها داخل الحكومه بالقطاعات اللي كنترأسوا وداخل الجهات والجماعات اللي كنترأسوا. اليوم نعيش كذلك واقع الدخول المدرسي والجامعي، وهنا نؤكد ان هذه العمليه مرت في ظروف جيده، ازيد من 1,300,000 طالب دخلوا في افضل ظروف في مختلف المؤسسات الجامعيه والمؤسسات التعليم العالي. نذكر بان هذا الدخول في انتظارات كبيره، غنتكلم على الشق اللي فيه شويه المشاكل اللي طلبات قدم، ولكن 1,300,000 طالب وطالبه دخلوا في امور يعني امور دارت مزيان. انتظاراتهم ليس فقط في يعني في لابوغس، حتى المجهود اللي كتقوم به الحكومه في هذا المجال باش يكون هناك خدمات جديده ثقافيه رياضيه داخل الكليه، كذلك المفهوم ديال الذكاء الاصطناعي، هادو كلهم مجهودات جديده اللي كتقوم بهم الحكومه باش تدخل الكليات، لان جميع المهن يعني مراهنة ومعنية بهذه النقاط اللي تكلمت اليوم، يعني المجال الثقافي، المجال الرياضي، المسرح داخل الكلية، طبعا الرياضة كذلك، والرهانات اللي عندنا الرياضية الكبرى اللي كتنتظرنا في إطار الإشكاليات اللي كنعيشوها بالنسبة لبعض النتائج، وطبعا يعني الوجود ديال الذكاء الاصطناعي والدور المهم اللي عنده اليوم في مجموعة ديال المهن، خاصة نقول جميع المهن. هنا الكلية عندها واحد الدور مهم، لأنها في الأخير هي اللي غتفتح أفق جديدة للطلبة في هذا المجال. بالنسبة للقطاع الصحة ومطالب ديال الطلبة ديال الطب، كان هناك نقاش كذلك، كان هناك مجموعة المبادرات اللي قمنا بها كحزب سياسي أقول، بالطبع المبادرات ديال الشبيبة محمودة وهي مبادرة طيبة، لأن الشباب كيتكلموا مع شباب بطريقة أخرى بقلبهم مفتوح يقدروا يفهموا أكبر أكثر، ووصلونا الرسائل هنا في المكتب السياسي ووصلوها حتى القطاع المعني. مبادرات اخرى اللي قاموا بها حتى الفريق البرلماني مشكور مع الفرقاء السياسيين الاخرين، يمكن السي تويزي يتكلم عليها من بعد يعني بدقه. الفكره هو ان احنا نطالبوا باش دائما النقاش يبقى، غنلقاو الحلول ان شاء الله، لان الاشكاليات كبيره، انتظارات كبيره، الاشكاليه كتفوت المطالب فقط ديال الطلبه، بل حتى انتظارات ديال الوطن. تعرفوا بان الورش الاجتماعي نحن كمغاربه ماشي فقط في المدن الكبرى، في المدن المتوسطه والمدن الصغرى بالخصوص،
محتاجين الاطباء، محتاجين. يعني انا عطيت واحد النموذج واحد المره ندير واحد، وانا كنت في البرلمان 2011 و16، الاخوان اللي كيعرفوني اللي تلاقوا معايا في البرلمان، واحد النائب برلماني كان معنا هو رئيس جماعه ديال من الجماعه ديال الخميسات سي شرورو، كان دائما كيطرح واحد السؤال وزير الصحه انا ذاك، راه حنا كجماعه بنينا واحد المركب صحي ما عندناش اللي يخدم فيه، والجواب انا ذاك، ونحن في المعارضه ديال الاغلبيه ديال الساعه راه ما عندناش الاطباء. واليوم الحكومه كتبذل مجهود اليوم باش يكونوا هناك اطباء اللي يتجاوبوا مع الاشكاليه، لان المشكل اللي غنلقاو حقيقه هما في المدن المتوسطه والصغرى، وهذه علاش نعم كنطالبوا باش يبقى النقاش ونلقاو الحلول اليوم ويرجعوا ان شاء الله الطلبه يدخلوا يقراوا، ولكن مازال خصو يبقى النقاش باش نقويوا هذا المفهوم اننا نحن بحاجه لبعضياتنا باش نقويوا بلادنا. المسار اللي كينتظر لنا في 2030 ليس مسار ريادي فقط، كنقولوها وكنعاودوا، مسار تنميه، مسار اجتماعي، مسار اقتصادي، وبالطبع خصنا نبنيو ماشي تيران واحد ولكن تيرانات، تيران ديال الصحه، تيران اجتماعي، تيران اقتصادي، تيران ديال التنميه، وهذا هو التحدي اللي عندنا اليوم كاغلبيه وكحكومه. نقطة أخيرة أعتقد في الشخصيتي من غير نسيت شي حاجة الأخوات والإخوان، ولينا كنسمعوا للأسف أو رجعنا كنسمعوا مرة أخرى بعض الخطابات أقول سياسوية، وكنعتبر أنا شخصيا فاش انخرطت السياسة في 2008 وكانت عندي ديك الساعة 24 ولا 25 سنة، ما انخرطش باش نبقاو نعاونوا النكات المغاربة أو نوليو فرجة للمغاربة. اللي بغى يدير مسلسلات وافلام راه كاين المجال ديالو. السياسه هي نجيو بنعم هي اخلاق، والسياسه هي كذلك حلول اللي خصنا نعطيو للمغرب، حلول اجتماعيه، حلول ديال اليوم، الظرفيه ديال اليوم الاقتصاديه والاجتماعيه ماشي هي الظرفيه ديال 2011، ماشي هي الظرفيه ديال 2016، وماشي تحت الظرفيه ديال 2021. ونحن كمره كحزب سياسي وكمكون من مكونات الاغلبيه كنصمتوا لجميع الحلول. لحد الان نرى ان للاسف ولاو هجمات هنا وهناك على بعض الشخصيات السياسيه بدون اي مقترح، غير كنجيو كنعطيك علاش باش نربح، ولينا بحال البعض. اقول هنا هي اقليه في الحقيقه، حتى هي كتقلب على لي فيو على لي لايك. ما في الوقت اللي انا نفهم ان الحزب السياسي كيمشي يقلب على الاصوات، ماشي كيقلب على لي فيو على لي لايك، والاصوات كنقلبوا عليهم بمشروع سياسي، بافكار، بحلول اللي غنعطيو للمغاربه. من الاثار والمعاصره مثلا غتجي غتكون في الحكومه ولا ترأس الحكومه مستقبلا بدون حلول افكار بلاش. نهار اللي تاسس هذا الحزب، واتكلم سي تويزي من المؤسسين ديال حزب الاثار والمعاصره، ما تاسسش باش نوليو رقم من الارقام السياسيه، تاسس باش يطرح واحد مشروع سياسي وحلول سياسيه للمواطنات والمواطنين. هذا هو المنتظر نطلعه من النقاش السياسي باش المغاربه يجيو يهتموا بالسياسه. هناك واحد الجيل صاعد ثقوا بيا كنتلاقى بهم شبه يوميا، اللي عنده 16 عام اليوم في 2026 تولي عنده 18 عام، ما كيهتمش بالشان السياسي. علاش؟ لان كاين عنده اهتمامات اخرى، لان اون با غيوسي لي زانتيريس. حزب الاثار والمعاصره بالدراع الشبابي ديالو غيتلاق بمجموعه المبادرات باش يطلع من مستوى النقاش ويحاول يهتم بالقضايا اللي كيهتموا بها الشباب. والمنتظر ان بعض الاخوات والاخوان في الساحه السياسيه يطلعوا شويه من المستوى، كيف ما بين قوسين المنتخب طلع من المستوى ديالو وصلنا للنهائيات في كاس العالم في الاولمبياد، خاص حتى سياسيا نكونوا في هذا المستوى ديال التطلعات ديال المغاربه. وثقوا بيا الشباب اليوم بغى غير النيفو يطلع باش يتبع في الاحزاب السياسيه با امبورت لا كولور بوليتيك، كيهمناش اللون السياسي، غير نطلعوا النقاش يولي نقاش افكار. اذا كتنتقد واحد السياسه عموميه ديال واحد القطاع معين علاش وشنو هو البديل؟ هذا هو المنتظر، شنو هو البديل؟ مزيان لا كريتيك اللي فاسيل. انا كنت في المعارضه ولا لاحظتوا ولا شفتوا ولا رجعتوا، حتى كنا واحد في النقاش البارح ذكروا بنا به السي سكوري، قال لك راه فاش كنت ناقش مع النقابات راه من البدائل الافكار اللي جاب، راه قال لك ها انتم فاش كنتوا في المعارضه شنو اقترحتوا في القانون اللي بقيت ناقش حاليا في قطاع الشغل اللي جاي ان شاء الله، وقال لها الاثار والمعاصره ما شنو كنت كتقترح في 2011 راه وقعتوا عليه انتم كنواب. انا ذاك السي سكوري كان نائب برلماني، انا كنت مع نائب برلماني اخت فاطمه الزهراء واخوات سمير واللفقي، وبقينا في ذوك الافكار كبديل اللي جبناه في 2011 وندافعوا عليه اليوم. بالطبع كيكون تغيرات، كيكون هناك يعني تطورات كنحاولوا نلائموهم بالنسبه ل 2024 او 2025. فالمنتظر اليوم هو ان يكون واحد المستوى عالي في النقاش السياسي باش نرجعوا الامل بالخصوص للشباب اللي هما اكثر من نصف ديال المجتمع. في الشق التنظيمي
اعتقد ان العدد ديال الكاميرات اللي كنشوف اليوم كاين هما الشق التنظيمي اكثر من الشق السياسي للاسف. انا ما كانش يكون هاد اللقاءات ويكون نفس العدد ديال الصحفيين والصحفيين حتى في الشق السياسي ويكون نقاش في المستوى العالي والمنتظر من طرف المغاربه، ولكن غنتكلم على الشق التنظيمي لان ما عمرنا ما كنا كنخبيو شي حاجه داخل حزب الاثار والمعاصره حتى في المعارك اللي عشناها سابقا، وانتم عارفين هادشي. هناك تساؤلات في هذا المجال وغنجاوبوا مع جميع التساؤلات. اولا حزب الاثار والمعاصره منذ المؤتمر الاخير تجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين مع الرساله ديال سيدنا الله نصرو حول تخليق الحياه السياسيه، وكنا من الاوائل الا خصني نقول الحزب الاول اللي طلق واحد المبادره معنا السيده الرئيسه اللي شرفات على هذه العمليه، ما نسميش هو ميثاق الاخلاقيات، ميثاق الاخلاقيات، ونحن اليوم في اطار تنزيل هذا ميثاق الاخلاقيات. وجونا مجموعه ديال الملاحظات، باش ما نقولش ولا نقولها شكايات ديال مجموعه ديال المناضلين ديال حزب الاثار والمعاصره في مجموعه ديال جهات المنطقه، وهاد الملفات بالطبع غيتابعوا المسطران ديالهم لان مشاو اللجان الجهويه. وجاتنا ثلاثه شكايات وشكايه من مقاوله اعلاميه لقيادي من قيادات حزب الاثار والمعاصره وعضو من القياده الجماعيه، وفقط واقول فقط بعد نقاش طويل ديال 3 شهور ولا 4 شهور باش نحاولوا الامور يعني نسلكوها باحسن صوره ممكنه، لا بالنسبه للاستاذ المعني ولا بالنسبه للحزب. فقط فعلنا هذا المسطره لان اعتبرنا بان جميع المناضلات والمناضلين يكونوا مناضلين في الجهات في الاقاليم او قيادي وطني هم سواسية امام الميثاق الاخلاقيات والقانون الداخلي لحزب الاثار والمعاصره. وفي هذا الاطار كان هناك نقاش، نعم اعتقد ان البعض غيبغي يطرح سؤال في هذا المجال مسبق قبل ما يبدا المكتب السياسي مع الاخ المعني باش نحاولوا نلقاو واحد الحل وسط، ونقاش داخل المكتب السياسي بحضور المعني بالامر، وتم التصويت حسب الماده 106 للقانون الداخلي ان يكون هناك تجميد العضويه للاخ المعني ومراسله لجنه الاخلاقيات باش تبت في هذا الموضوع، لان نحن لسنا بمحكمه، احنا جاتنا شكايات، والمطلوب اليوم المنتظر لا من ما داكشي اللي كنقراه هنا وهناك عندكم او حتى المنتظر عند المواطنات والمواطنين يكون واحد السياسه استباقيه، ماشي تا جرى المشكل ما فرسناش ما نديروش. جاتنا واحد شكايات اعتبرنا بان خصنا نتحمل مسؤوليتنا امام المواطنات والمواطنين وامام الراي العام الوطني. جاوب باش حتى الاسئله الى لا شي اخ او شي اخت تلقى الجواب اللي كينتظر في هذا الشيء اللي غنجاوب بلا ما يكون هناك اعاده باش نربحوا شويه ديال الوقت. اولا نعم الشكايات اللي جاونا ما كانوش يعني كيعنيو طبعا ديال المال العام، وهذا مهم باش نذكرو، لان ليس سي ابو الغري رئيس مجلس الجماعه المهني، ولكن داكشي علاش طولنا في هذا النقاش معاه، لانه لاغراض خاصه وتجاريه وشكايه من كيف ما قلت لكم مقاوله اعلاميه. هذه الشكايه كانت هناك محاوله لانها داخله لانها شكايه تجاريه لاغراض خاصه، حاولنا في اطار الممكن ولانه قيادي اعتبرنا انها تقيس صوره الحزب، ولانه اي حاجه كتقيس القياده كتقيس الحزب، حاولنا ندخلوا باش نساعدوا باش نلقاو ويلقى حل وهو يطرح حل، او حتى ما عندي ما نخبي عليكم باش هو يدير واحد ان بون اغيير من راسه ويعتبر بانه خصو ياخذ واحد المهله ديال شهرين 3 شهور 4 شهور 5 شهور يفك المشاكل ديالو باش ما يكونش هناك تاثير على الحزب. علاش؟ باش نجاوب حتى الاخت على السؤال اللي طرحت قبيله، لان عطينا واحد العهد لبعضياتنا ليس كقياده جماعيه ولكن مع الاخوات والاخوان باننا غنحميو الحزب، خاصه بعد الاشكاليات اللي عانى منها الحزب بطريقه غير مباشره لانه ليس معني في السنوات السابقه، انتم عارفين قضيه اسكوبار فاعتبر عطينا واحد العهد بعضياتنا في ماشي واحد كيحس ان لو بروبليم لاي واحد يقدر يجرى عليه المشكل،
غتكون غادي غير في الطريق الله يحفظ وديرها متي تاكسيدون اكروشاج وتسمى قيادي دار ومحترف في القانون. دونك حنا قلنا خصنا نحميو الحزب وندور لو بروتيجي. هذا الوعد اللي عطينا لبعضياتنا بعد 3 شهور ولا 4 شهور ديال النقاش استاذ صلاح الدين ما وفاش به، فاضطرينا جبنا الموضوع لهنا. علاش؟ لان القضيه فيها واحد الجانب اللي نقدروا نعترفوا داخل في البينال، داخل في الجنائي. يعني الا مشات الخطوه او تفعل الحكم او الشكايه او هذا، فلهذا اعتبرنا بان احنا ما غاديش نتسناو حتى يجرى المشكل. سوقنا دابا عرفنا القضايا الاخرى، النقاش اللي كان قبل المؤتمر فجر الاشكال لجوج اعضاء الحزب ما كانش في راسنا، فلهذا ما خديناش قرار. احنا ما عندناش القضيه دابا المشتكي جات شكل القياده الجماعيه، جاوا قلنا عفاكم، وهم كيف ما قلت وصلنا 3 الشكايات. دونك ما يمكنناش غدا يجرى شي مشكل ويتحكم القضيه ونقولوا راه ما فرصناش. ما غاديش نكونوا شفافين مع رؤوسنا مع المناضلين، والوعد اللي عطينا للمناضلين ما غاديش نفوه به، وحتى الرساله اللي بغينا نوصلوها للمواطنات والمواطنين ما نكونوش بالطبيعه. فلهذا اضطرينا نجاوبوا بهذه الطريقه. ثانيا اسمح لي ما قدمتش انا راسي في الاول، انا لست هناك وزير. القياده الجماعيه فاش تاسست المره الاولى في المؤتمر كلفت كناطق رسمي بها مع الاعلام ومع المواطنات والمواطنين، وبهذه الصفه انا معكم اليوم، وكذلك مسؤول على الاتصال والاعلام داخل الحزب مع الاخوات والاخوان مع الطاقم اللي كيخدم في هذا المجال. ولان المشكل كيهم المؤسسه وليس شخص، داكشي علاش حاضرين مجموعه ديال الاخوان بصفتهم المؤسساتيه. يعني معك اليوم ماشي جوا كوكوس المناضله، رئيسة المجلس الوطني، رئيس الفريق، المسؤولة على ماشي فقط على المنظمات النساء، لكن حتى على الميثاق الأفريقي. أنا كون جينا كأفراد وأشخاص نجيبوا المكتب السياسي ونجيبوا البرلمانيين ونجيبوا يكون حاضرة كاع القيادات هنا. لا، هنا مؤسسات، هذا موضوع كيهم المؤسسات. للأسف لاحظنا، أنا أعتبر حيت أنا كنعرف سي صلاح هذه 16 عام، كاين شوية الغضب ديك الطريقة، ولا لاحظتوا حتى في الرسالة اللي كتبها راه كيذكر بان هناك اشكال تجاري وهذا وهذا. اذا كان خصو الوعاد اللي عطينا خصو يعفينا من هذا المشكل. هذا هو العهد اللي عطينا لبعضياتنا. اذا اليوم هو لاحظت بان بغى يشخص الموضوع مع الاستاذه فاطمه الزهراء، هذا رايه، ولكن انا لا اتفق معه، لان الموضوع لا يهم فاطمه الزهراء المنصوري، الموضوع كيهم حزب الاصاله والمعاصره وليس شخص. واللي عنده شي معركه مع شخص ولا شي حسابات اخرى يصفيها خارج حزب الاصاله والمعاصر. هذا هو العهد اللي عطينا لبعضياتنا، وهذا هو المفهوم والمنهجيه اللي خدمنا بها. دايور في الاجتماع اللي كنا البارح معاه مصغر قبل ما ندخلوا المكتب السياسي، ما كانش معاه الاستاذه فاطمه فقط، انا كنت حاضر في جميع اللقاءات اللي كانوا معاه منذ شهر 6 منذ شهر 6. واللقاء الاخير كان معنا السيد الرئيس حاضر، اعتبرنا بانه من قدماء الحزب ومن ليساج ديالنا ورئيس الفريق، لانه السي ابو الغالي هو كذلك برلماني رئيس الفريق، واعتبرنا وكنا طلبنا من السيد الرئيس تحضر معنا، الا كانت عندها مهمه في البرلمان، جزء كبير من الصحفيين في البرلمان كانت عندها مهمه في البرلمان، ما قدرتش تلتحق بنا في ذاك اللقاء باش جوستومون نهضروا معاه كمؤسسه، ماشي انا عندي معك معنا. بالعكس نقول لكم واحد الحاجه، فاش جات الفكره ديال القياده الثلاثيه، الاستاذه فاطمه الزهراء المنصوري اللي اقترحت صلاح الدين ابو الغالي، هي اللي اقترحت. واش هي اقترحوا اليوم غتولي عندي مع مشكل؟ هذه 8 شهور اعتبارا بانه من الشباب اللي انخرط في الحزب، يعني واخا هو اكبر مني شويه من تقاضى، يعني نفس الجيل. دخلنا في 2008 انا كانت عندي 25 عام وكانت عندي 34 ولا 35 عام تقريبا، يعني اول تجربه سياسيه لنا تقريبا. ما كانش شي واحد اللي دار سياسه قبل، ماشي بحال سي تويزي اللي شفتوه في التسعينات. فهذه هي المنهجيه والفلسفه اللي خدمنا بها انا ذاك في المؤتمر، وغنحاولوا يعني غنبذلوا المجهود التام باش، وكنعرفوا صعيب وكنعرف يعني كل شنو غيكتب دابا اليوم وغدا وداك الشيء غيخرج غدا، وكنعرف لي كومونتير اللي غيكونوا وراء هادشي، ولكن حنا غنبقاو اوفياء لهذا الوعد اللي عطينا لبعضياتنا باش بشويه بشويه كيف ما قلت لكم
نرجعوا بشويه بشويه الثقه، واللي كيهمني انا بالخصوص الجيل الجديد ديال المواطنين والمواطنين اللي هما الشباب، يبداو يثقوا شويه عاوتاني، يرجعوا ديك الثقه بالاحزاب السياسيه، والثقه كترجع بقرارات وليس فقط بالخطاب. راه كاين اللي كيخطب، راني قلت لكم قبل، كاين اللي كيبقى غير يخطب يخطب يخطب، فاش كيجي القرارات لا ديرها لا حميه معايا. كان يمكننا ناخذ هاد التوجه، لكن اعتبرنا بان خصنا نكونوا نموذجي، لاننا اصلا فاش تاسسنا في 2008 الاخوان والاخوات اللي اجتمعوا باش تاسسوا قالوا خصنا نديروا السياسه بطريقه جديده، وحان الوقت باش داك الفكره او الشعار اللي كان انا داك نفعلوا كشباب لهذا الحزب ومناضلين حقيقيين لهذه الفكره ولهذا المشروع. بالنسبه للغومانيمون، السيده الرئيسه كانت تكلمت عليه ديك المره في المجلس الوطني في داك اللقاء اللي كان مع الصحافه، حنا ننتظر ان يكون هناك اجتماع للاغلبيه باش انا داك نناقشوا هذا الموضوع، وناقشنا داير سمحوا لي ناقشنا كذلك البارح في المكتب السياسي، فقط بلغنا للاخوات والاخوان فاش غيكون هناك اتصال من طرف رئيس الاغلبيه اللي هو رئيس الحكومه اللي مع القياده الجماعيه او مع المنسقين ديال القياده الجماعيه في هذا النقطه، غنجيو نناقشوا دابور مع الاخوان ديال المكتب السياسي باش نعرفوا واش كنتكلموا على واحد تعديل تقني يعني شخص بشخص، ما هي الرؤيه اللي غنحطوها، او تعديل شامل يعني لاشيتيكتور، كاين شي حوايج خاصها تبدل. هذا هو المضمون. نحن على 22 شهر اعتقد 24 شهر من الانتخابات المقبله، شنو هو التصور؟ واش مازال عندنا الوقت باش نبدلوا القطاعات؟ حيت كاين هذه الفكره تروج، ولكن واش الا بدلناهم غيعطيو ذاك النتيجه في 20 شهر او في 24 شهر؟ خصنا هادشي كلشي خصو يتناقش، وعاد انا ذاك نمشيو في واحد المقترح اللي غناقشوا داخل المكتب السياسي، وعاد كيجيو الاسماء. دونك اللي كيظن او اللي كيعتقد بان هذا القرار اللي اتخذ مبني على التعديل الحكومي ضد فلان فلان، هذا النقاش كاع ما كان نهائيا. وانتم كتعرفوا بان في الحزب اثره والمعاصره لما اقترح اسماء لتمثيلهم في الحكومه كانوا اعضاء معروفين داخل حزب الاثره والمعاصره، وكانوا اعضاء يعني قراب من الحزب، ولكن ما عندهمش واحد الدور تنظيمي مهم بحال الا سمعتي فاطمه زهراء او سي وهبي او سي سكوري، ولا انا اللي كنت مع الحزب 2008 كاين حد الحزب عنده حتى هو خبراء ديالو في بعض المجالات، فاش كيجيك واحد لو بوست اللي هو تكنيك واللي ما يقدرش شي واحد يتجاوب معاه، ولا اقترحتي على شي واحد يقول لك لا هذا تقني بزاف خصني نقلب على شي خبره، هذه الخبره كنمشيو نقلبوا منين فين كنقلبوا عليها؟ كنقلبوا دوك الخبراء اللي كيساعدونا في اللقاءات او كيتعاطفوا مع المشروع ديالنا وكيساعدونا في دوك اللقاءات فاش كنوجدوا البرامج الحكوميه والنقاشات السياسيه اللي كتكون داخليه. دونك لحد الان فاش غيتناقش فاش غيتطلب منا نناقشوا هذا الموضوع، راه اولا غناقشوه في المكتب السياسي، وتبارك الله كلكم عندكم اصدقائكم في اعضاء المكتب السياسي، كتخرج لكم المعلومه كتخرج لكم، ما نخافش عليكم في هذا الحزب ولا الشخص السياسي ديالو. اولا واش هذه التجربه ديال القياده الجماعيه سوف تنتهي بهذا القرار؟ هي تجربه اولا سياسيه، والحزب الاثره والمعاصره كان كيجرب مجموعه تجارب منذ تاسيسه وانتم عارفين من الحركه اللي كل الديمقراطيين الى اليوم. ولا كانت التجربه السياسيه غتبنى على افراد واشخاص ليس بتجربه سياسيه. ما درناش التجربه السياسيه باش نرضيو فلان وفلان وفلان. هذه التجربه السياسيه عندها منهجيه، عندها واحد لا فيلوزوفي. هذه المنهجيه شنو هي؟ هي حان الوقت باش ندوزو من المفهوم ديال السعي الى مفهوم القرار المشترك. هذا هو هذه المنهجيه اللي خدامين بها. ولما اقول ولما درنا هذه المجهه اللجنه الثلاثيه كنمن كلها تكون خماسيه، ولا يعني ان القرار ديال هاد الجوج ولا هاد الثلاثه، لان القرار كيرجع دائما بتنسيق اولا مع المؤسسات اللي هما الرئاسات المجلس الوطني، رئاسه الفرق، رئاسه الهيئات يعني التنظيمات الموازيه، والمكتب السياسي، باش مره اخرى الا بغينا راه شنو هو الهم الاخير ديال الحزب السياسي؟ هو يجيب عنده المواطنات والمواطنين، ولا بقى واحد كيقرر كيفاش غيجيب عنده هاد الناس؟ هذاك المنخرط اللي غينخرط في واحد الاقليم معين بعيد عليه هذا الزعيم، شنو هو الهم؟ كيفاش غيهتم بالعمل السياسي؟ اذا المنهجيه ما مرتبطاش بالافراد او بالاشخاص، يمشي فلان يجي فلان، واش غنبدلو ابو الغريب واحد اخر؟ اولا المسطره مثلا ما سالاش، يلا بدات يلا قلنا بسم الله، ولا لجنه الاخلاقيات قال لكم راه انتم غالطين على الاخوات، ما عندناش مشكل نقولوا حنايا راه غلطين.
ما عندناش مشكل، ما عندناش مشكل، ونبين بانه بصح هو كان هناك اشكاليه فغتاخذ هناك المسطره، وديك الساعه المجلس الوطني هو سيدو نفسه يقرر اللي بغى يقرر، بغى ينهي هذه التجربه، بغى يقوي هذه التجربه، بغى يبدل الاسم باسم كان، هذا لا هذا المهم مره اخرى. وانتم عارفين هذا هذه النقطه، ان حزب اثار المعاصره داز مجموعه ديال التجارب، وكل مره كيحاول يقوي راسه من المشاكل اللي عاشها في واحد المرحله معينه، وثقوا بيا حزب اثار المعاصره بغى يوصل رساله سياسيه بهذا الطريق. اولا اننا حان الوقت باش نتحملوا المسؤوليه، انا راه ما كنشوفهاش في الجانب عندكم وغتاكلوا العصا وتاثير على الوزراء، بالعكس القوه الوزراء ديالنا، سير خدم حنا غنحميوك، فاش غتكون النهار اللي غيكون هناك هجومات مشبوهه الحزب غيحمي عليك هو هذا الراس، انا عارف اش كيكون هناك المشكل، الوحيد هو اللي كياخذ القرار، ما نبقاوش نشكوا لما حزب اثار المعاصره غيولي يدافع على المناضلات والمناضلين ديالو، عكس البعض اللي كيدافع عليهم ولو هما دايرين اخطاء، باش نكونوا واضحين، هذا هو الهم ديالنا، هذيك الثقه كيفاش بغيتو نبنيوها مع المغاربه؟ كيفاش بغيتو نبنيو الثقه مع المغاربه؟ الا ما خديناش قرار غتجي الرئه. غدا انايا كتجيو يكون هناك انتقاد لمسؤول معين يكون في الحكومه او خارج الحكومه، شنو غيجرى؟ غيقولوا هذيك حيت كان احزاب اخرى كيدافع على الناس ديالو، لا غيقولوا بلاتي نشوفوا شكون البام، لا هذا ديجا راه خدا قرار في واحد السيد فاش تبين بانه صح غلط او سيده، ما عندناش مشكل. اليوم كاين هذا الحضور القوي ديال الاعلام لانه هو اسم من القيادات الحزبيه، ولكن خدينا قرارات سابقا في نواب في مستشارين في قيادات جهويه، فاش اعتبرنا بان يعني هناك شكايات حقيقيه اللي ما يمكن لهمش يبقاو او يتخباو داخل حزب اثار المعاصره، راه هي هنا المسار ديال الثقه هو مسار طويل نعم، ولكن خصنا نبداو بشي حوايج، هذا هو التحدي اللي عندنا اليوم، نتحملوا مسؤوليتنا قدامكم قدام المغاربه، راه كنهضر معكم حقيقه، هذا هو النقاش اللي كيكون ما بيناتنا، راه ما كاينش نقاش اخر، واللي كيظن بان انتهينا، انا كنعتبر راسي من الجيل الجديد، مجموعه ديال الوجوه هنايا وجوه شابه، حتى الطريقه اللي كيديروا بها الصحافه ماشي الطريقه السابقه، اذا هذا الجيل الجديد راه كيحتاج في السياسه، داكشي ديال التكوليس تكولس، واش باقي شي واحد كيتكولس في الوقت ديال التليفون؟ نقولوا هذا راه كيكون اجتمع واحد مع اجتمع في القوارة شافوا صوروا البارح واحد الاخ مجتمع مع واحد الصحفي عيط لنا راه مجتمع عند راسه راه مخبي وجالس وكيدير البيان ما بقاش هادشي في فينين انت هذا الزمن الزمن الكولسة ونجتمعوا ضد صلاح ونجتمعوا ضد فلان علاش قولوا لي علاش غنجتمعوا ضد واحد السيد اللي حنا اللي جبناه هو اللي كنعتبروه جزء من هذا المشروع علاش شنو الهم شنو عندي شنو غيدرسني في شي حاجه زعما في السياسه ولا في الحكومه ما غاتنفهم شنو كتهضروا شنو علاش كتقلبوا يقولوا لي علاش غتقلبوا باش نجبدوا لكم لا اشنو دار قلت لكم راني قلت لكم هناك شكايه من طرف ثلاثه الاشخاص وانا نتكلم على هناك منبر اعلامي دار به شكايه ماشي دعوه شكايه للحزب واعتبر بان كانت هناك محاوله رشوه باش نكونوا واضحين وانا عندي شكايه مكتوبه وموقعه هناك شكايات من بعد شكايات شفهيه اللي جاوا للسيد رئيس الفريق لان هذوك الاخوان عندهم واحد الصفه منتخبه بلا ما دابا حدينا راه مشاو للجان مشاو للجنه وشكايه مكتوبه من طرف واحد الشخص اللي في هذا المقر اللي انتم فيه هنايا حاولنا ندير نجمعوهم ونشوفوا لهم الحل ما بيناتهم علاش لانه سي كوميرسيال ماشي راه ما كندافعوش مثلا اذا شي واحد جاتنا شي شكايه شي واحد دار شي حاجه في الشأن العام من القضاء نعم سي اشرف ولكن هذا باع هذا ودار هذا وهذا كتحاول هما كيعرفوا بعضياتهم ولا جات شكالي اذا ما مشاش للقضاء يعني راه جا بغا يقلحل جا كيتخبى كيقول لنا عفاكم عاونوني مع هذا السيد راه بغا يقلبني بالدارجه وانا قبل ما نمشي للقضاء عفاكم اذا انتم عندكم عليه شويه ديال التاثير راه هادشي غيضر الحزب وغيضرو فالحزب كيحاول يدير واحد المبادره ويحاول يخلق واحد الاجواء باش هاد الاخوان يلقاو الحلول ما بيناتهم قبل ما واحد يمشي للقضاء ولكن فاش ما كيتنقاش الحل وحنا في راسنا الاستاذ فاش سولتني ديك السؤال حنا في راسنا ما يمكنناش نديرو بحال ما في راسناش وسيروا للقضاء دبروا راسكم ويظل يحكموا عليه غتسمع ديك الساعه انتم راه تهبطوا علينا انت الاول في تلكيل غادير لي بروميير باج القياده الجماعيه تلكيل بروميير باج بريزيدونس كوليجيال ياك تعرفوا هادشي ساهل لا خويا لا خويا انا غندير سياسه استباقيه نحاول ندير المحاولات اللي نقدر عليها باش دائما نصلح ما بين الاخوان داخل الحزب
في اطار احترام القانون، يحترموا القانون دائما نحاول نصلح بيناتهم. كيكونوا مشاكل اخرى، دابا هذا مشكل فيه التجاره وفيه الناس بالاحتيال، ولكن كيكونوا مشاكل تنظيميه، واحد علاش انت خف باسطي، كيكونوا مشاكل زعما عاديه، لان كندبروا علاقات انسانيه ما بين الناس. راه في الفرقه ديال الكره نقول لك هذا بزاف على الكره، راك في الفرقه ديال الكره راه كيكونوا واحد جوج لعابه كيلعبوا بعضياتهم كيعاد كيداز مع الاخر، واش نجي نجري عليهم جوج؟ هكا جيت جلسوا من لا، وكيفاش انتم عائله واخا وحاولوا نفس الشيء. كيكونوا علاقات انسانيه في اقاليم في هذوك، وشحال المشكل تحل في هذه القاعه، كتعيط الامين الجهوي وكتعيط الاخوان اللي دابزوا ما بيناتهم، واحد جوج نساء راه دابزوا كاع دابزوا كانوا غيدابزوا كانوا غيسولوا لا وصرحناهم ولا وكندوزوا. هذو علاقة حيت كندبروا علاقات انسانيه، علاقات انسانيه راه في لي جورنو اللي كتمثلوا هنا في المعالم، ما عمر شي صحفي دابز مع صحفي زعما، ما عمرها ما جرات. نرجع يمكن نرجع لي زارشيف نشوف واش كيدابزوا ولا ما كيدابزوش، وشنو كتحاولوا ديروا؟ هذاك الشاف دو ريداكسيون اش كيدير؟ كيحاول يصلح ولا ما قدرش يصلح؟ اما كيدير كيوصلها للمنشي كيقول لها راه عطا الله ما قدرش نصلح، ديروا الاجراء ديالكم، اما كيجري عليهم جوج باش ما تكونش هناك اساءه لهذيك لا سوسيتي دو كومينيكاسيون ولا دو بريس. دونك حنا شنو كنقولوا اليوم؟ هذا مشكل قالها في البلاغ ديالو، واخا كان غضبان فاش كتب داك على انها شحن خاص وتجاري وهذا، نعم، ولكن فاش كيرجع ليا شي واحد الحزب كيطلب مني التدخل قبل ما نمشي للقضاء، من يعني اخلاقيا خاص الحزب يدير واحد المحاوله، خاصه اللي فاش غتقيس صوره الحزب، ولكن فاش ما كينجحش كيدير الاجراء، لانه اليو كورون، يعني ما يمكنناش مش ما فراسيش ماشي واحد جوج مرادرين دازوا برا واحد مشى قضاء وتا خرج القرار القضائي. لان مثلا فاش واحد يكون منتخب او مناضل عادي جرى ليه شي مشكل وهذاك الاشكالي مشى للقضاء، كيفاش نعرفوا انايا كحزب الا ما فراسيش؟ حتى كيخرج الحكم، فاش كيخرج الحكم ديك الساعه كناخذوا حنايا التدابير اللازمه في هذا المجال. دونك هنا راه سي سا كو جيسي نحاول نفسر لكم، لان لاحظتي كندير لكم شويه خصو شويه مراجعه الموضوع. نعم لا ابلاش ابلاش، هذا قرار، لا هذا قرار ابلاش. هاد الشخص اللي كنتكلموا عليه هو قيادي وفي نفس الوقت رئيس جماعه وبرلماني، الدوسي مشى للجنه الاخلاقيه، اللجنه الاخلاقيه ترى ديال الحزب بجميع هيئاتها، ما عندوش هو اللجنه الاخلاقيه بوحده، راه هو الا عنده شي مشكل داخلي في الفريق كيلجا للجنه الاخلاقيات، هو لجنه الاخلاقيه كتبت وكتاخذ القرار ديال هذيك الساعه. هذا زعما باش نكون واضحين في هذا المجال. وثقوا بي مره اخرى، الشباب والمواطنين الغيورين على هذا الوطن واللي ما مسيسينش اللي ما غاديش يبغيو يستغلوا هاد القرار لاغراض سياسويه، فرحانين بهاد القرارات بحال هكا، فرحانين فاش كتكون شفافيه. وبالطبع اللي عنده شي حساب اخر الله يعاونو بحسابه، الله يعاونو بحسابه، لان في الاخير الا جمعتي هاد الاحزاب السياسيه كلها شوفوا نتوما شحال كنمثلوا، انا اللي كيهمني وهذوك اللي مازال ما قدرناش نمثلوهم، الرساله نوصلوها الاغلبيه ديال المواطنات والمواطنين اللي مازال ما قنعناهم، هذا هو التحدي اللي عندي انايا كحزب. ومنهم انا قلت لكم قبيله، اليوم اللي عنده 16 عام راه في 2026 عنده 18 عام، ما كيعرف لا بام لا اكس لا ايكغيك، يمكن ما كيعرفش شكون هو وزير الشباب اللي كيمثلو. التحدي هو نتعرفوا عليهم ونربحوا الثقه ديالهم، هذا هو التحدي اللي عندنا. ونقول لكم مره اخرى بالنسبه لذاك الشيء ديال السي عبد اللطيف وهبي، باش ما تسماش راه ما جاوبناش على شي سؤال، القوانين كلها كتجي للبرلمان وتناقش داخل اللجنه، بعض المرات كيكون هناك اجماع في بعض القوانين. انا متفق معكم، سي عبد اللطيف هو سي عبد اللطيف، عنده بعض الخرجات اللي هي جد جيده، عنده بعض الخرجات تثير الجدل، كيكون هناك نقاش. سي لو بيرسوناج دو عبد اللطيف يفو ليمي بحال هكاك، سي ان بيرسوناج، هو يعني راه عندنا سياسيين هكا في العالم كنبقى بحال هكا، ولكن نعرف عبد اللطيف دابا من 2011 كان رئيس فريق وانا اول مره كنت في البرلمان، راه قلبه بيد داك السيد بالاخطائه وبالايجابيات اللي عنده. داكور، بالنسبه للقوانين اللي كيدافع عليهم اليوم راه كيتناقشوا في البرلمان، وإذا جيتي تشوفي راه مجموعه ديال القوانين دازوا بالاجماع، يعني حتى المعارضه مشات معاها، وكاين قوانين كيكون فيهم تعديلات كيكون فيهم نقاش. المهم هو مع ممثلي الامه دائما كنخرجوا بواحد حل وسط لفائده المواطنات والمواطنين. والتحدي اللي عنده اليوم يعني الا جيتي تشوفي هاد القوانين اللي خرج السيد وزير العدل هائله، حسبي هاد 15 عام الاخيره انا كنعتبر بانه يعني اوراش يعني اوراش هما
والحمد لله غادي فواحد الوتيره تشريعيه جد مهمه. مش عندها فعل لنا في الحزب وكان الامين العام ديالي، ولكن انا كلنا فينا اخطاء، كلنا فينا ايجابيات وسلبيات، غير هو الكومونيك تيلمون دوك الايجابيات كيبانوا وحتى السلبيات كيبانوا عادي جدا، هو يفو لاكسبتي كوم ايلي. شنو اخر؟ ما كانش ما طلبناش من السي ابو الغالي يدير استقاله. اسمحوا لي فاش كنناقشوا مع واحد الاخ، دابا انا ارتكبت خطا وجاء عندي الاخوان قال لك عفاك ما يكونش هناك حرج، رجع اللون انت سير فيك مشاكلك ورجع. واش نعتبرها ضغط؟ اقول لي واش نعتبرها ضغط؟ واش نعتبرها ضغط؟ جاو عندي اخوان تبين لهم بانك هناك اشكال، وجاو مؤسسات قالوا لي شوف انت ولد الحزب وانت صاحبنا وخونا، ولكن هذا الاشكال اللي درتي لنا راه كيشكل خطر على صوره الحزب. عافاك رجع الله ما تحرجناش باش ما نديروش حاجه ماشي هذيك. واش هذا ضغط؟ انا جاوبوني انتوما. راني قلت لكم راه ما عندي ما نخبي، راه كنهضر معكم بقلوبنا. راه ما عندنا ما نخبي. ونتفق مع اشرف في حاجه واحده، انا فاش جيت المداخله كانت ديالي سياسيه. ماشي فقط تنظيميه. وجيسبير ان المقالات اللي غيخرجوا ما يكونوش فقط تنظيميه، يكونوا كذلك سياسيه. لان هناك قضايا مهمه تهم المواطنات والمواطنين. تكلمتوا على الغلاء، تكلمتوا على الفيضانات، تكلمتوا على مجموعه ديال النقاط. اشكاليه ديال الطب، مجموعه ديال القضايا اللي هذا الشيء اللي كناقشوه دابا بعضياتنا واللي كيهمناو واش ضغطت عليه واش هذا؟ اجي شحال كتهم المغرب؟ شحال كتهم المغرب؟ شحال كتهم كاع؟ 2% 1.5 باش نكون واضح يعني مضيين، ولكن الا جينا نتكلموا على الاشكاليات ديال الغلاء شحال كتهم المغربي؟ نقدر نقول لكم 100%، ما كاينش شي عائله مغربيه ما معنيهاش بالغلاء. ما كاينش شي عائله مغربيه ما معنيهاش بالاشكاليات ديال التشغيل ديال الشباب. كلنا هنايا، كلنا عندنا شي عضو في عائلتنا اللي ما خدامش وخصك تعاون معاه وتقلب عليه على خدمه، كلنا، تكون وزير، تكون مناضل، تكون صحافي. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ كاين. فإذا عافاكم أنا متفق، طرحوا الأسئلة في السياسات العموميه ونلقاو اجوبه في السياسات العموميه. وانا العهد مازال معكم باش كل شهرين ثلاث شهور يكون هناك لقاءات مفتوحه مع الصحفيات والصحفيين وطرحوا جميع الاسئله اللي بانت لكم. وانتم راه غتحدوا النقاش العمومي ماشي الحزب. حنا كنحدوه فاش كنديروا ذاك البلاغ. البلاغ اللي شفتوه ما كانش بلاغ تنظيمي. البلاغ ديال البارح 80% منه هو بلاغ سياسي. وفي اطار الشفافيه مع المواطنات والمواطنين جبدنا الشق التنظيمي. من بعد فاش كنفتحوا الحوار مع الصحافه، على الصحافه تشوف فين بغات توجه الراي العام. بغات توجهها في المجال التنظيمي فقط ودير لا بروميير باج ديالها بحال تلك، مرحبا. ما عندناش مشكل. ولكن تحمل مسؤوليتها لان راه لا كاتريام بوفوار. ما بقاوش على الصحافه، لا راه لا كاتريام بوفوار. كاين الجانب التشريعي، كاين الجانب القضائي، ولكن كاين الصحافه. وهي تشتغل باش تطلع من المستوى ديال النقاش في السياسات العموميه. وما كنخافوش من النقاش في السياسات العموميه، لان انا كيعجبني فاش كيجي ينتقدني واحد على واحد السياسه العموميه درجة. علاش؟ لانه الا غلطت في شي حاجه غينفعني. غايقول لي في ديك السياسه اللي كديرها انت سيد وزير الشباب في الثقافه ولا الشباب ولا في الاقتصاد، هاش كاين واش كاين واش كاين، هادشي مزيان ولكن هادشي كلشي راه مزيان. وما عنديش مشكل نمشي نراجع راسي ونقول له يمكن عنده الحق. علاش؟ لان الانتقاد غيبني لي انايا واحد السياسه العموميه صالحه. وفي الاخر شكون اللي غيربح؟ حتى سياسيا. اذا شنو هو الاشكال؟ علاش كنخافوا من النقاش؟ ناقشوا السياسات العموميه، ناقشوا القضايا اللي كتهم المغاربه باش نخليو المغاربه يهتموا بالصحافه ويهتموا بالسياسيات السياسيه. باش نرجعوا للجنه الاخلاقيات وباش نرجعوا لميثاق الاخلاقيات في كل الوضع، ولكن ميثاق الاخلاقيات اشرفت عليه كيف قلنا في الاول الاخت قلوب من داخل المكتب السياسي مع اعضاء من المجلس الوطني. يعني حتى المكتب السياسي ما فاش حضر لان اعلى هيئه تقريريه بعد المؤتمر هي المجلس الوطني، وبذلك هي بحكم انها محاميه في مهنتها وتجربتها القانونيه كان لها الاشراف بتكليف من المكتب السياسي مع اخوان من الاطر من كلهم محامون وايضا مناضلين حقوقيين من داخل المجلس الوطني اللي عندهم من النزاهه ومن الكفاءه لا سواء العلميه والقانونيه وايضا الحقوقيه، يعني حتى الشق الحقوقي حاضر بقوه ماشي ما هو سياسي. كنقولوا دائما نرجع للحقوقي لانه هو الذي يجب ان يحترم في التخليق وفي الممارسه السياسيه. وبذلك فما نظنش بانه كلكم جوبونس الاغلبيه ديالكم كانوا حاضرين معنا في الدوره اللي تم المصادقه فيها على ميثاق الاخلاقيات، وما كانش شي واحد اللي ضد الميثاق الاخلاقيات.
واليوم كيف قلنا سابقا انه عندنا واحد العدد ديال القوانين، وهذه مرحله جديده ياخذها حزب الاسرى والمعاصره بعد مؤتمر 2023. هذه مرحله جديده عندنا فيها مسؤوليه كبيره وخدينا فيها تحديات كبيره، واولها هي الرجوع الى شعارات السيس التي بقيت كشعارات، ظلت للسنوات كشعارات، وكان اولها هو اعاده النظر في طريقه التدبير داخل حزب الاسرى والمعاصره باختيار القياده الجماعيه حتى نقطع مع الممارسه التدبيريه الفرديه اللي كنعرفوا كاملين بانها تمارس بشكل كلاسيكي داخل الاحزاب السياسيه للسنوات، ولا زالت داخل الاحزاب السياسيه ولها ما لها وعليها ما عليها. خدنا التحدي ديال هذه التجربه حتى حنا بما لها وما عليها، ولكن بنيه صادقه في اعاده النظر في التدبير، يعني نوفيل فورم دو غوفرنانس بوليتيك انترن. غادي تنجح، غادي تنجح، كنتحملوا حنا مسؤوليتنا في النجاح ديالها. غادي نواجهوا تحديات، غنواجهوا تحديات. السؤال اللي جاء ديال انه كنربطوا حزب اسره ومعاصره، جو بونس الاخ جمال اللي طرحوا كنربطوا، واش ما عندناش مشكل انه دائما في معركه التخليق كنربطوا حزب اسره ومعاصره وكنجبدوا الاسم ديالو؟ ما عندناش هذا الحرج، ما عندناش هذا الحرج لسبب بسيط، باننا حنا عندنا الجراه والشجاعه اللي كتخلينا اننا كنواجهوا مشاكلنا، ما تنضربوهاش وما تنرضوش الناس بيناتهم، مش انهم يخبيو حتى كانوا مناضلين داخل الحزب ديالنا، كنقول لهم واش خبيو مشاكلكم تحت هذا ما تشوهوناش بالعربيه. حنا كنواجهوا مشاكلنا، كنعبيوها امام الشعب، امام المواطن. هاش عايشين حنا بالداخل ديال حزب الاسرى والمعاصره، لان هذوك الناس كلشي مواطنين، ما كنكونوش حنا كحزب، حنا ما جيناش غير باش انا نولي برلمانيه وسي مهدي يكون وزير والاخ برلماني والاخت برلمانيه والاخ مستشار والاخ والاخوان هنايا كل واحد ياخذ منصب وهذا رئيس الجماعه. حنا جينا لتلبيه طموحات وانتظارات وتوجهات وقناعات ديال واحد العدد المواطنين اللي كيصوتوا دائما على حزب الاسرى والمعاصره منذ التاسيس ديالو، ولذلك خصنا نكونوا عند حسن الانتظارات ديالنا، وهذا علاش كنواجهوا مشاكلنا بكل يعني شفافية امامكم، امامكم جميعا. كنخبيوهاش، كناخذوا الوقت ديالنا كيف ما كناخذوه خدينا في هذا الملف هذا. القرار ديال التجميد هو من صلاحيات المكتب السياسي، ليس من صلاحيات لجنة الاخلاقيات، وهو قرار تاديبي، كما ان قرارات لجنة الاخلاقيات هي قرارات تاديبيه. حنا ماشي محكمه كنديروا احكام ولا قرارات قضائيه باش غادي نحاكموا واحد الشخص، ولكن الا ثبت في حقه كيف ما كان داخل حزب الاسرى والمعاصره انه مس او ارتكب احد الاختلالات ومس بها احد مبادئ والبنود اللي كينص عليها النظام الاساسي، النظام الداخلي ومتاح الاخلاقيات، فالمكتب السياسي حسب درجات. كاين هناك الاخ ايضا جمال اللي توا سول واش ما خايفينش اننا يجيونا واحد العدد الشكايات اليوم ولا غدا، ما عندناش هذا التخوف، لان كاين اللجنة الوطنية للاخلاقيات التي ستعقد في الاسابيع المقبلة من هذا الشهر ديال سبتمبر، لانه ما كاينش فقط هذا الملف، كاين عدد من الملفات اللي كتوصلوا بها، وكاين قرارات اخرى خداها المكتب السياسي سابقا وخصنا نبتوا فيها، فقط لاننا كنا في العطلة وكان عندنا ضغط يعني تنظيمي الاشهر الاخيرة، ما تعقدتش اللجنة الاخلاقيات التي ستعقد، واللي باش نقول لكم انه النظام الاساسي يحدد المعايير ديال العضوية داخل لجنة الاخلاقيات، انه العضويه ديالها تحدد فقط في 7 اشخاص يتميزون بالحياد والنزاهه والكفاءه القانونيه والدرايه القانونيه، يعني ما خاصش يكون اكثر من 7، وما خاصش واحد يكون عنده وعندهم تنافي، ما يكونش عندهم مهمه انتدابيه انتخابيه ولا تنظيميه، باش حتى نضمنوا ان هاد الاشخاص ما عندهم حتى شي يعني كونفلي دانتيري، سواء تنظيمي داخل الحزب او لا انتخابي في المجالس المنتخبه، وحتى هما ما غايجيبوا لناش مشاكل من بعد، يعني ما تجيش ضدهم شكايات، واللي كيف قلت لكم خاصهم كلهم تكون عندهم الدرايه الحقوقيه والقانونيه. دونك هادو الشروط باش نوضح معاكم. كاي ايضا حنا حريصنا بعد المصادقه على الانظمه ديالنا وعلى المتاح الاخلاقيات في المجلس الوطني الاخير، انهم نعلنوا ونوزعوا ونشروا بليطو هاد الوثائق كلها في الموقع ديال الحزب، واللي هي راه الاشاره ديالكم ممكن ترجعوا ليها كاملين باش تعرفوا جميع المواد والبنود اللي كنا حنا خاطئين في شي قرار، هذا بكل شفافيه ووضوح وحريه ديالكم انتم في ممارستكم
ديال السلطه ديالكم الرقابيه عليها كشخصيات عموميه. هذا من جهه. من جهه السؤال ديال الشغل المنصب في الامانه العامه او في القياده الجماعيه، عندنا الماده 106 من النظام الاساسي اللي كتحدد الحيثيات والحالات اللي غنرجعوا فيها يعني كحلول في حاله شغل المنصب. حاليا ليس هناك اي مشكل، الماده 6 ما كتنافاش مع هذا الوضع. الرجوع ما كيكونش قرار ديال المكتب السياسي اللي كياخذوا من اجل التعويض، اذا ارتاع يعني المجلس الوطني انه يعوض يعني السي ابو غالب بشخص اخر فهذا القرار ديال المجلس الوطني، وايضا جاء وداره انه يخلي الوضع على ما هو عليه فهو ايضا قرار ديال المجلس الوطني. دونك عندنا الحمد لله القوانين ديالنا ضابطه جميع يعني الحالات وجميع النوازل بالاطار ديالها في شفافيه تامه كتقول لكم. ولا كنا كنقولوا شي حاجه اللي خاطئه ممكن انكم ترجعوا نتوما وتحققوا من الامور من خلال الوثائق اللي موجوده، راه اشارتكم في مواقع ديال الحزب. أولاً نبغي دائماً الخاتم هذا المشكل اللي اليوم قدر نسميه أمر عابر، غير هو حضار وحد اهتمام إعلامي مهم، ماشي تقليلاً من الأزمات اللي كيعيشها المغرب، الفيضانات ولا الجفاف ولا ندرة الماء ولا غلاء المعيشة ولا غيره، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله حنا حسب الأسئلة كنجاوبو. دايوغ في التقديم اللي دار السيد عضو القيادة الجماعية راه بدا بالشق السياسي اللي أجاب فيه على واحد العدد ديال النقاط اللي طرق ليها الاجتماع ديال الحزب السياسي يوم أمس اللي كتهم السياسة في المغرب والسياسة العمومية، المشكل ديال الماء، مشكل الفيضانات، الأزمة، الحرب في فلسطين، غلاء المعيشة، التحالف الحكومي، غيره من الأمور، وأيضا القضايا التنظيمية. لذا فما عندناش ما كنغلبوش واحد الأمر، ولكن هذا فقط حسب الاهتمام والأسئلة اللي توصلنا بها. هذا من جهه. من جهه ثانيه اليوم كنا كيف قال وجع اللسان ديال الاخ مهدي بن سعيد توصلوا القياده الجماعيه والمكتب السياسي بواحد العدد ديال الشكايات اللي تم احاتها عليا كمؤسسه ديال المجلس الوطني، واللي بدوري حلتها على لجنه الاخلاقيات اللي نقول لكم ستعقد في الاسابيع المقبله. هذه الشكايات ما فيهاش ابدا هذا الكلام اللي قلته السي اشرف، ما فيهاش تبييض الاموال، ما فيهاش بعض الامور الاخرى، فيها مساله ديال معامله تجاريه وقع فيها نصب واحتيال، هذا الشيء حسب الشكايات والعبارات التي استعملها المشتكون. بالنسبه للمنبر الاعلامي ايضا امر يعني بحال هكا غايجاوب عليه السي مهدي بن سعيد، ولذلك فاحنا باش نوضحوا الامور، حنا ماشي هنا ما كنجندوا حتى شي واحد. سي ابو الغالي هو صديق ديالنا جميعا، عشرناه لاكثر من 16 سنه، اشتغلنا مع جنبا الى جنب، ما عندوش مشكل في ما عندناش ما توصلنا حتى شي شكايه ولا بشي ملف فيما يتعلق بتدبيره للمال العام. امور اخرى اللي كنتو كتعرفوها نتوما ولا عندكم عليها معطيات عطيوها لنا. ما حنا كيف قلت السي اشرف حنا لسنا بمحكمه كما كنقولها للجميع، ماش كتوجه لك انت بالكلام، حنا ماشي القضاء، حنا عندنا واحد الاليات تدبيريه اخلاقيه اللي هي كتطبق فقط اجراءات تاديبيه. هذه الاجراءات التاديبيه شنو هي؟ المكتب السياسي او الامانات الجهويه، لانه عندنا لجنه الاخلاقيه الوطنيه واللجان الاخلاقيه الجهويه، حسب تراتبيه المسؤوليات الملفات كتوجه. اذا كان منخرط في هذا ما عنده حتى شي مسؤوليه تنظيميه ولا انتخابيه كيتوجه للجنه الاخلاقيه الجهويه. إلا كانوا ملفات مثلا ديال رؤساء جامعات، ديال البرلمانيين، أعضاء المكتب السياسي، وزراء ولا غيرهم، هذاك لجنة الأخلاقيات الوطنية. وحتى الملفات ديال الجهوية إلا كان فيهم بعض التعقيدات ولا ملفات اللي كتخرج فيها تخيلها كتطلع للوطني. دونك هنا هذا هو المصادر اللي عندنا، وراه كلشي مدقق في الأنظمة ديالنا وممكن أنكم تطلعوا عليه. وبذلك حنا ما غناخذوش فيه قرار قضائي، وما عندناش الصفة القانونية باش أننا نتوجهوا للقضاء، حنا ناخذوه الامور ديالنا تاديبيه، قرارات تاديبيه. القرار التاديبي الاول هو ديال المكتب السياسي والامانه الجهويه كيف كنقول هو التجميد ديال العضويه، وبعد ذلك يتم الاحاله على لجنه الاخلاقيات التي يا اما كتصادق على ذاك التجميد وتاخذ قرار يا اما بالاقاله او الطرد، او كتقول بان التجميد غير صحيح وكتعيد المسطره وكتقول اعاده النظر فيه، وممكن انه في مصادر الاستئناف وفي واحد العدد المصادر.
ولكن كنقول دائما كنحرص وكنصدر انها اجراءات تاديبيه. حنا ماشي كنحاكموا الناس، ولكن كنقولوا بانه داخل الحزب ديالنا عندنا قوانين يجب ان تطبق، ما تبقاش حبر على ورق. هو دونك اللي عنده الصفه باش انه يتوجه للقضاء هما المشتكين، والشاكين بغاو يتوجهوا للقضاء. ديك الساعات حنا اللي علينا توجهوا لنا كمؤسسه، اللي علينا ان المؤسسه راه خدات، المؤسسه الاولى اللي هي المكتب السياسي خدات القرار ديالها، المؤسسه الثانيه اللي هي المجلس الوطني عبر الاخلاقيات راه غادي يدرس الامر ديالها. وكنقول لكم راني وضحت امامكم يعني الاعضاء كيفاش كيتم الاختيار ديالهم والصفات والشروط اللي خصهم يمتازوا بها، وبذلك فحنا في يعني شفافيه ووضوح تام مع انفسنا ومعكم. واش غادي اثر هذا الشيء حزب اثر المعاصره؟ اظن انه حزب اثر المعاصره مره بالابشع واكبر من هذا، وما عمرنا تكثر الحمد لله، لاننا كنشتغلوا امورنا التنظيميه، راه حنا كنعقدوا اجتماعاتنا ديال المكاتب السياسيه ديالنا في الاجال ديالها، دوراتنا المجلس الوطني كنعقدوها في الاجال ديالها، مؤتمراتنا كنعقدوها في الاجال ديالها، انتخابات جزئيه كنشاركوا فيها وكننجحوا فيها، كنوجدوا يعني المؤتمرات التنظيميه عقدناها الجهويه، مؤتمرات ديال التنظيمات الموازيه كنعقدوها ايضا في الاجال ديالها. منظمه النساء السيده رئيسه دابا عندها سنه او اكثر باش تكون انتخبت، منظمه الشباب هي جايه، عندنا الجامعه الصيفيه ديال الشبيبه غادي تكون في يوم 19 و20 و21 و22 من هذا الشهر هذا في مدينه بوزنيقه، واللي كنتمنى لكم انكم تزورونا فيها وتشوفوا الانشطه اللي غتكون فيها ورشات اللي كتهم السياسه العموميه ديال البلاد كامله، وغادي يكون نقاش شبابي قوي جدا حول جميع المواضيع من الحقوقي الاقتصادي الاجتماعي السياسي الرقمي لكل شيء. دونك ما هذا ما اكيد انه ماشي تصدع، تصدع هو ملي كنلقاو شي حد ما قدرش يدير حتى اجتماع بين ثلاثه اعضاء من نفس الحزب. ما حنا راه المكتب السياسي الناس ما كيلقاوش حتى فين يجلسوا نظرا لانه هو طويل عندنا صغيره. فيما يخص الحراك اللي كنشوفوه هذا كيبين اولا على ان فخر المغرب، خصنا نفتخروا بالمغرب لانه في اطار هذه النفحه ديال حقوق الانسان الديمقراطيه اللي في بلادنا من دور 94 الان تطورت من دور 94 الان، وان نلاحظ ان مئات اذا ما كنقولش الاف التظاهرات على مستوى الاقاليم في البلاد. هذا مساله ماشي ما فيهاش العيب، هذا كيبين قوه المؤسسات ديال بلادنا وقوة المجتمع المدني ديال بلادنا على انها يمكن لها ان تتظاهر اي مجموعه كيفما كانت تتظاهر في طلبا لموضوع معين او كذا كذا. هذا افتخار لبلادنا على انها فيها تظاهرات يوميه، كنشوف قدام البرلمان يوميا مشيتي فيما مشيتي كان تظاهرات. ان هذا واحد الحاجه اللي نفتخروا بها في بلادنا، علاش؟ ان هذا المجال الحقوقي ولا عطى بلدان اخرى ما يمكنش تظاهر فيها، ما يمكنش تخرج فيها، جا جيراننا ولا واحد العدد ديال الدول يمنع عليك باش تخرج غير 10 الناس. هنا كيكون مئات المظاهرات، مئات الاحتجاجات السلميه كتكون في بلادنا، هذا افتخار. كاين فعلا غلاء المعيشه، الا شي واحد في الحكومه ولا في الاغلب كيقول لي ما كاينش غلاء المعيشه، هذا راه خارج السياق. ما عايش في بلاد كان هناك اشكاليه غلاء المعيشه، كاين اشكاليه ديال التضخم اللي ادى الى هذه الامور زياده على واحد العدد ديال المسائل. ما تجيوش الاطار العام ديال السياق الدولي اللي جاب هادشي كله، انتم كتعرفوا السياق الدولي الحرب الاوكرانيه الحروب اللي كاينه الى اخره، هذه القصيده عرفناها وعرفتوها ما غاديش نعاودوها، اذن هذا معروف. اذن كاين اشكاليه كبيره فيما يخص هذا الموضوع ديال ارتفاع الاسعار الخضار، ارتفاع الاسعار ديال كذا، وبلادنا خروب بلادنا كنعرفوه كيتزاد سنتيم عند في الاول في اخر السلسله كيتزاد 3 دراهم و 4 دراهم. إذن كاين إشكالية كما قلتي فيما يخص هاد السلاسل ولا هاد الصباصرة اللي كيكونوا ما بين المنتجين وبين المستهلكين، عندنا فيها إشكال كبير جدا فيما يخص العلاقة ما بين المنتج وبين المستهلك، مشكل. وحنا كنقولها للحكومة وغنضغطوا إن شاء الله في الدخول الجاي باش يمكن الحكومة نلقاو حلول اللي ماشي ساهل، باش تلقى حلول كبيرة باش تنظم هاد العملية ديال التصوير ديال بخصوص المنتوجات الفلاحية. والبعض مول المطيشة اللي كيدير فيها تمرة ولا مول البطاطا اللي كيدير تمرة باش يديرها كيبيعها بجوج دراهم، الآخر كيشريها بسبعة دراهم ولا ثمانية دراهم، هذا منكر. إذن كاين مشكل، نتفق معاك كاين مشكل
فهذا الموضوع ديال هذه السماسره وديال هذه المساله السماسره ديال اللي كيكون ما بين المنتج وما بين المستهلكين اذا خصنا ندير في واحد العمل اللي هو كبير جدا فيما يخص هذا القرار اللي اتخذ فيما يخص الاخ ديالنا ابو الغالي. احنا كحزب اولا كنا اولا الحزب الاول اللي بادر منذ البدايه هو الاول باش يعطي اشاره اولا لمن يريد اللي بغى يتسنت يعطي اشاره على انه من الخطاب جلالة الملك ماشي خطاب واحد جلالة الملك خطابات جلالة الملك اللي بغى يمشي التخليق ديال الحياه السياسيه والحياه العامه. الحزب ديالنا ارتاع ان يكون هو الاول باش يوضع هذه المدونه ديال الاخلاق اللي توضعتها الاخت مع واحد العدد كبير ديال المحامون وديال المثقفين في الحزب ديالنا وهذه المدونه الاخلاق دوزناها وتصدقت عليها المجلس الوطني الاخير. إذن وفي الاجتماع الاول الكتب السياسي في الاجتماع الاول بعد المصادقه خضعت الكلمه الموسيقى الوطنيه وقالت بحرف هكا على ان هذه المدونه اللي صدقنا عليها في المجلس الوطني ليست بالتصاور ليست هذه المدونه غير باش نقولوا حنا راه عندنا مدونه راه طالب الناس كيطلبوا المدونه هذه المدونه هذه المدونه سوف تطبق على ارض الواقع كان كيف ما كان العضو ديال حزب الاصاله والمعاصره كان في مستوى المسؤوليه ديالو كان وزيرا او كان برلمانيا او كان رئيس جماعه او كان مناضل عادي اذا سوف تطبق بالحق وبالتالي كان واضح التوجه ديال الحزب ديال القياده الثلاثيه وديال المكتب السياسي ديال الحزب كذلك على انه تكون عندنا هذه المدونه لتخليق الحزب بالفعل السياسي. اسمحوا لي ملي كيجيو شكايات الاخ والاخت بلا قالت لك شنو نوع الشكايات راه فيها من الخطوره بما كان هي فيها نصب احتياج ولا يمكن لحزب كما كان الحال على ان واحد القياده الاول ديالو اي في القياده الثلاثيه واحد النوع على يمكن ان المتابعه بتهم ديال النصب والاحتيال والحزب يبقى زاد لا يمكن. وبالتالي حاولنا والموسيقى الوطنيه عملت من جوان باش ما يوصلش هذا الشيء للمكتب السياسي وتخذ فيه قرار. داروا ثلاثه ولا اربعه الاجتماعات مع السي ابو الغالي وصديق ديالنا تربى في البار ما عندنا ما نقولوا ماشي زعما عندنا به الخلاف الوحيد اللي عندنا معاه هو انه كنقولوا ليه حنا راه عندك هذا المشكل ديال خيانه الامانه وهذا المشكل ديال النصب والاحتيال اشنو واش كتقول في هذا الشيء؟ سير قد شغالات باش ما ندخلوش حنا ناخذوا فيه قرار فيما يخص المكتب السياسي كيقول لنا الجواب لا يريد ان يجيب على هذا الموضوع كيقول لك هذه مساله خاصه مساله تجاريه. السي ابو الغالي راه ماشي تجاريه ماشي بعتي وشريتي وزد لا هادو الناس كيتهموك بالنصب والاحتيال هذا بعتي ليه ودرتي معاه وشي داك الشيء بعتي لواحد اخر اذا هذا كيتسمى النصب والاحتيال وبالتالي ارتاع الحزب على انه كما قال السي بن سعيد على انه باش نحيدوا على الاخرين ما كناش في راسنا ولكن يعاد على المكتب السياسي وعلى حزب الاصاله المعاصره على انه يستحق واحد من القياده الثلاثيه عنده الاشكاليات ويخليه يقعد يقول لي خط عليه لا يمكن وبالتالي اتخذ القرار بالاجماع على انه احالته تجميد عضويته واحالته على جهه الاخلاقيات حنا ما طردناش تمت احاله مشفيه على جهه الاخلاقيات نتسناو جهه الاخلاقيات اش غتقول نتسناو اش غتقول نتمناو على انه هذا الشيء اللي كيتقال وهذا الشيء كان ماشي نادي حنا ماشي قضاة اذا جهه الاخلاقيات قلنا بالذات في هذا الموضوع عاد يكون الكلام فيما يخص هذا الموضوع ديال هذا اما القول على انه هذا فيه صفيه حسابات نعم علاش بين صفيه حسابات شنو زعما حسابات بنصفيو مع صديق ديالنا ابو الغالي. الموسيقى هي اللي اقترحاتو واقترحات معاه السي بن سعيد هي اللي اقترحتهم بجوج وهي اللي بغات باش تكون فيها قياده شابه وحنا نفتخر بذلك على انه الحزب اول حزب كيعطي اشاره على ان تشبيب القيادات وتشبيب الناس ان هذا هو باش الحزب الاول اللي كيقول لك السياسه بطريقه اخرى على هذا الشيء باش نشوفوا شباب في القياده اذا هي ذات شباب واش هي دارت الكروم ديال قلبات واش كان كيدير واش شي واحد فينا بينات حنا بيناتنا بروحنا شي واحد فينا صاحبك واش عرفت اش كيدير في الليل فيما يخص المسائل ديالو الخاصه ما كاينش تعرفو ولا في النهار ما كاينش تعرفو لا يمكن وبالتالي وقت ما كتبان شي حاجه يجب ان نتخذ الموقف الصائب في الوقت المناسب وهذا هو الوقت المناسب باش تاخذ الموقف هذا ديال تجميد العضويه واحالته على 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 الجهات الاخلاقيات هذا طلبة اتفق معك هذا الإضراب
هذا المشكل ديال الضربه الطير خصنا نعرفوا ولا راه كان راه جرينا من 2015 رمضان من 2015 ما عرفت على هذا المشكل 2015 كان شي ضرب 16 كاين 19 كيف كذا ما عرفنا نحل هذا المشكل وكل حكومه كترمي بحال شي جمره فيها العافيه كتسلك الامور باش تدوز وصافي وتخلي العافيه للحكومه الجايه هذه الحكومه وبكل شجاعه نقول لك راه الشجاعه راه بكل شجاعه راه خصنا نعرفوا على انها عندها تبعات الا بينا نقلبوا في تبعات انتخابيه راه غادي نقولوا الكلام اللي غادي يفرح عامه الناس باش يقول الناس الله عمرها دار الناس يقول لا الحكومه المسؤوله هي تكلم بالصراحه مع المواطنين واخا هذيك الصراحه كتضر واخا هذيك الصراحه يمكن لها انها تجلب على الحزب تبعات في انتخابات ما يصوتوش عليه الناس يقول لك ما كيدير والو ولكن عندما امنا بان هذا المشكل ديال الطب ديال الاصلاح العام ديال المنظومه الصحيه ديال المشروع الملكي ديال الحمايه الاجتماعيه ديال بناء الدوله الاجتماعيه اللي مبني اساسا على الحمايه الاجتماعيه وعلى هذه الحمايه الاجتماعيه وعلى ان يصل المواطن المغربي الى المستشفى وكتعرفوا الاشكاليات وكتعرفوا هذا الشيء كله يوميا 80% ديال الكتابات وديال المشاكل كتكون في المستشفيات في الصداع الناس ما كاينش هذا الحكومه حاسه بهذا الموضوع وبغات تحل هذه الاشكاليات هذا في اطار شمولي في اطار اصلاح شمولي هذه المنظومه هذا الطب اي الاساس الطب هما الاساس هما الركيزه فيه وبالتالي ذات اجراءات ذات اصلاحات زادت واحد العدد تكون يقتل زادت في العدد التخرجي زادت واحد العدد ديال الناس باش يمكن تكون عندنا امكانيه العنصر البشري الذي سوف يواكب تنزيل هذا الاصلاح الشمولي ديال الوقايه ديال المشروع الحمايه الاجتماعيه اللي هو مشروع ملكي اساسي لدوله وحده في بلادنا في مستوى بلادنا ما دارتوش وبالتالي كانت الحكومه بتصلح هذا الموضوع هذا كان الاضراب ماشي ما كاينش الحكومه ما دارتش الحكومه دارت 14 اجتماع مع التنسيقيه 14 اجتماع كيجتمعوا حتى يكملوا كاين اجتماعات اللي كتمشي حتى ل 6 الصباح وعلى خاطر كيخرجوا كيقول لي نرجعوا للقواعد الصباح كيقول لك راه 90% 99% صوتات لا وهذا الشيء يتكرر دارت واحد درنا احنا كفرق اغلبيه ومعارضه استقبلنا هاد التنسيقيه داخل البرلمان و استقبلناها تقريبا ما نقولش 6 سوايع ونص ديال النقاش ولو ان احنا ما استقبلناش باش نناقشوا ملي استدعينا وزير الصحه وزير التعليم العالي للبرلمان في جلسه مشتركه شرح الحيثيات ديال هذا الموضوع خرجوا البرلمانيين وخرجوا حتى الصحفيين اللي كانوا حاضرين مقتنعين على ان الحكومه دارت اللي عليها دارت واحد المجهود كبير للتجاوب مع متطلبات مع الطلبات طلبات الطب والصيدله دير الصيدله ما عندهم حتى مشكل صافي ما عندهم حتى مشكل هما كيضمنوا حتى زعما ما يدخلش شي دماغ ما عندهم مشكل ضمنوا باش يمشيو ما كيمشيوش للاقتصاد ديالهم اذن بالتالي خرجنا من الاجتماع على اساس ان هذا الشيء اللي عطات الحكومه في المستوى وفيهم عبد الله بوانو ديال العداوه والتنميه معنا حتى هو قال على ان شعب الحكومه مهم ومهم جدا انا نستقلوا هاد الناس استقلناهم دخلنا عام 6 سوايع ونص لم نصل الى نتيجه ابدا مشات الموضوع مشى انا بالخصوص انا شخصيا قدام رشيد مسجل داخل البرلمان قلت لهم اوليداتي تسنتوا لي مزيان نهضر معكم كرجل ما بغيت ندير معكم السياسه ولا زعما بغيت نكون زوين باش تهضروا معايا باش تهضروا عليا زوين انا ما تهضرش عليا زوين نقول لكم الصراحه الحكومه راه عندها واحد العداد ديال الخطط حتى الخطه الاولى الخطه الثانيه الخطه الثالثه انتم عندكم خطه واحده هو الاضراب انا ننصحكم على ان هذا الشيء عطات الحكومه فيه من الكفايه كاع هذا الشيء اللي انتم كتقولوا على انه خفتوا الحكومه ما غديروش نحن كبرلمان 395 برلماني موجود هنا نحن نلتزم على انه سوف نضغط على الحكومه ان جميع المسائل اللي قالتهم الوزاره في هذيك اللجنه غتنفذوا حنا كنلتزموا الا ما تخطوش فيها حتى حنا دي هضره اخرى قالت لهم محضر المحضر قلت لهم محضر هذيك الجلسه المشتركه هي محضر راه كتخرج في الجهاز الرسمي ديال البرلمان راه كاين محضر اذن اللي بدو محضر راه كاين محضر موجود وحنا سوف نلتزم بالدفع ومحاصره الحكومه حتى تنزل هذا الشيء على الارض الواقع ما كايناش من والو حتى حاجه ما كاين من والو قال لهم سيروا بحالكم اللي غيطر غيطر داز في الصيف في هذا الاخر الشهر اتصلوا مع الاباء والناس اللي في كونجي انا جاوني ما درتش لاب زعما خرجت فيه اتصلوا بالاباء كيقول لك راه بينا نشوفوا
البرلمان بيان تصنتوا لكم إنا بزاف الحوجات كي نسمعوا ما فهمناش بالضبط أشكيل في هذا الموضوع بعد آيبا وإحنا مستعدين باش نستقبلكم مستعدين عيدت على رؤساء الفرق الأغلبية شي صافري واحد مسافر واحد مسافر واحد اخر كاين زكينا معاهم الاربع واحد الاربع ما عقلش من الاربع في الشهر الفات باش يجيو يتدخلوا معاهم ويشوفوا اي ديك الرساله اللي صيفطوا كيطلبوا فيها بعض المسائل اللي الحكومه عاطيهم بعدا الحكومه عاطيه داكشي مثلا الزيرو وداك المراجعه ديال هذوك المطرودين ودوك السواعد زادوا وهذاك الاتحاد مثلا الترسيسيون شي كله الحكومه التزمت به ديجا التزمت به ماشي شي حاجه اخرى جينا نط الحيحة ما بين الآباء وبين بحال زعما حنا ما عندناش الحق ناضوا كاع شي وحدين في التنسيقية ديال الطلبة اش الحق ما عندكمش الحق تستقبلوا كبرلمان ما عندناش الحق ما عندناش الحق نستقبل الآباء إذا خصنا ناخذوا حنا ترخيص من التنسيقية باش نستقبلوا الآباء أنا ما فهمتش إذا ما تنجحش ما جاوش الناس خافوا ولكن بعد الآباء راه كنتم تسولوا أنتم كصحفيين كنسولي ما كندخلش يا سيدي راسكم راه سوف تصدموا غنقول لكم بصدق إذا دخلتوا لجروب واتساب ديال الطلبة وتصنتوا الخطابات اللي كيكونوا لداخل سوف تصدمون غتسمعوا هذا الشيء غتصدموا هذا الشيء غتسمعوا وبالتالي فإن هذه الحكومة دارت اللي عليها فيما يخص لاني بلونش لاني بلونش ما حكيناش لاني بلونش لاني بلونش كاين تقريبا نضرب في هذا الامتحان اللي فات تقريبا 40% اللي غتكون دوزة زيد عليهم الناس ديال القطاع الخاص إذا واحد العدد غيدوبل هذا هو الناس ما عارفينش واحد العدد غيدوبل لأن ما يمكنش ما يمكنش تسدوا الحكومة تسد الباب ديال الأخر الناس دخلوا دوزوا الكونكور داكسي الكونكور داكسي راه دخلوا دوزوا الناس راه غيدخلوا جداد إذا واحد العدد الناس اللي ديجا ما عندهمش الحق يدوبلوا راه قلت لهم قلت لهم راه هذوك الناس اللي ما عندهمش الحق يدوبلوا راه غادي يخرجوا في راس العام راه غيطردوهم اسكم تقولوا للناس هذا الشيء راه الطلبه مساكن ما عارفينش وشكون اللي لو ديغني اخر كلمه شكون اللي اش كيسميوه المغفل هذا هما طلبه اللي جايين من بلادنا من الفقراء اللي جايين من الباديه اللي ما عارفين شيء مساكن تشوقي ولكن الاباء اللي هضرت معاهم واحد العدد ديال الاباء مسيسين انا هضرت معاهم ملتزمين وبغاو الاضراب وبغاو الصنه البيضاء لولادهم بغاوها علاش انهم يمكن قالوا مع روسهم انه قارين بزاف فطفت القرايه قالوا هذا الاصلاح كله ما بغاوش ست سنين ياك ست سنين ما تكونش سبع سنين علاش ان في راس دماغهم على ان ست سنين الدوله درتها باش ما يمشيوش الناس للخارج وبالتالي هما قالوا لك اهلين الجيش الشعب وكيشوفوا اللي مساكن وطلبه اللي ولادنا اللي ولاد الفقراء اللي في الباديه كيتسنى ولدي يكون طبيب ولا فارماسيان اللي ضايع اللي مسكين في هذا العالم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.